على مشاهدينا الكرام بشأن التوتر الأمريكي الإيراني في العراق ودور الميليشيات فيه. معنا هاتفيا من عمان السيد إياد العماز الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير. مرحبا بك أستاذ إياد. إذا صحف غربية كشفت عن أن هذه الضربات على المنشآت النفطية السعودية قد حصلت من داخل العراق وليس من اليمن، هل بات العراق ساحة صراع متقدمة لإيران؟ يعني يبقى النفوذ الايراني والهيمنه الايرانيه هي صوره واضحه لمدى امتداد المشروع الايراني الذي اتخذ العراق شاهدا انطلاق له. لا تاتي الصحف الامريكيه او المعلومات والاستخبارات التي اتى بها وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه بومبيو وابلغ بها الحكومه العراقيه بخصوص قيام طائرات مسيره بضرب اهداف داخل المملكه العربيه السعوديه وانطلقت من الاراضي العراقيه. في حين ان تجاهلت الحكومه هذه الرسائل ولم تستطع ان تتفاعل معها ولم تستطع ان تعطي قولا صحيحا بها، لانها اولا حقيقه الامر تعرف حقيقه ما حدث، لا تستطيع ان تتعرف، ليس لديها القابليه وتعلم جيدا على عدم مواجهه تحركات ادوات ووكلاء ايران داخل العراق. الميليشيات العراقيه مسيطره على الوضع الامني، مسيطره ومهيمنه على القرار السياسي، ليس بمقدوره حكومه بغداد والاحزاب السلطه الحاكمه في بغداد ان تتحكم وتسيطر على مقاليد الوضع الامني او السياسي في العراق. النفوذ الايراني ليس يتعلق بالميليشيات، النفوذ الايراني ممتد في جميع مجالات الحياه داخل العراق. اليوم تفاجئنا الرئاسات الثلاثة ببيان يصدر عنها تقول فيه أنه تقرر القيام بسحب السلاح الغير مرخص من الجماعات المسلحة. هل تستطيع فعلا أن تفعل ذلك الرئاسات الثلاثة أو الأجهزة التنفيذية المرتبطة بها؟ سمعنا كثيرا عن هذه التصريحات وقرأنا كثيرا عنها ورأيناها في مؤتمرات صحفية، ولكنها تبقى كلاما ليس له صدق. ايضا مع هذه الحوادث، يعني كيف ترى صدقيه تصريحات الحكومه التي قالت ان موقفها محايد مع التوترات الامريكيه على ايران؟ انا لا ارى ان حكومه بغداد ستكون قادره على ان تكون حاله وفاق او كما تفضلتم ان تكون على الحياد ابدا. الحكومه العراقيه ترتبط بمشروع سياسي وهو المشروع الإيراني، وهي أحد الأدوات التي يتحكم فيها المشروع الإيراني في المنطقة. يعني عندما نتكلم عن حكومة في بغداد نتكلم عن حكومة شكلها النظام الإيراني وسعت إليها أدوات سياسية والنفوذ. الإيراني يتحكم حتى في تشكيل وزارات، ولذلك نرى إلى حد أمس قبل أيام يلا تم استكمال 3 وزارات اليوم بعد أن صار أصبح هناك نوع من المصالح والتجاذبات داخل الحركات والاحزاب المحسوبة على النظام الايراني. ايران تتدخل ولا يمكن لحكومه تتشكل في العراق اذا لم يكن النظام الايراني يترك طوله بسبب الهيمنه وبسبب الدوله العميقه التي اسسها النظام الايراني. ولذلك انا ارى انه الصراع اذا حدث والمواجهات اذا حدثت ستكون لبغداد الدور الذي تقوم به، هنا اقصد الحكومه في بغداد وادواتها وكذلك الميليشيات ان تكون جزءا من الصراع وتقف مع ايران. الاتهامات تسلطت على ميليشيا الحشد وتحديدا حزب الله بخصوص الاعتداء على المنشآت النفطيه السعوديه، وذلك لسيطرة هذه الميليشيا حزب الله على في العراق على مناطق من جرف الصخر ووصولا إلى بادية السماوة على الحدود السعودية العراقية. كيف ترى هذه الاتهامات؟ وجود حزب الله يعني في جرف الصخر ليس وجود في اليوم، الكل يعلم وجنابكم يعرف أنه وتم التصديق الضوء عليه بتقارير كثيرة من قبل قناتكم الغراء قبل 5 سنوات وأكثر، تمنع عودة أهالي جرف الصخر إلى أراضيهم وإلى ممتلكاتهم ولا دورهم بسبب اعتبرت جرف الصخر هي قاعدة عسكرية وقاعدة للتواجد الميليشياوي ممثلا بحزب الله وأدوات إيران ومعسكرات تدريبية لهذا الحزب. امتد هذا الحزب بعد أن تم تجهيزه بأسلحة متطورة وبدبابات مدرعة انتشرت حول محيط هذه المنطقة وامتدت إلى
الحدود العراقية السورية السعودية وبدأت تؤثر تأثيرا كاملا. ونحن نعلم جيدا الصواريخ التي تم استلامها أيضا من قبل النظام الإيراني. هذا الموضوع سوف لا يهدد الأمن الوطني العراقي فقط، وإنما يهدد الأمن الوطني. ترجح هذه الرواية عفوا سادات؟ أنا اليوم استمعت إلى ما قاله الممثل حزب الله في بغداد عندما أشار بكل يعني وأشار بكل دقة إلى أنه هو من حرض وهو من أوجد العناصر التي اقتحمت السفارة البحرينية في بغداد. برغم أنه نحن نعلم الموقف الحقيقي القومي الشعب العراقي من القضية الفلسطينية ومن حقيقة شعبنا الفلسطيني في العودة وتحرير أرضه والقدس الشريف، ولكن هكذا أمور يجب أن نقف أمامها. تصفية حسابات على حساب أمن وسلامة العراق وبتصفية حسابات بأدوات إنشاوية، نحن يجب أن نعلم أنه لا يمكن لأدوات إيران ولا يمكن لإيراني أن يكون أكثر عروبة وأكثر حبا لفلسطين وللقدس الشريف، ولكن هذه الأدوات تتحكم بها المشروع الإيراني الذي يريد يفرض رأيه وإرادته على إيران. أيضا ميليشيا العصائب هددت بمهاجمة القوات الأمريكية إذا تعرضت إيران لضربة عسكرية، ألا يعد هذا الموقف موقفا حكوميا أو شبه حكومي، ولا سيما أن ميليشيا العصائب يعني كما تعلم هي مشاركة لها تمثيل في الحكومة ومجلس النواب؟ أنا قلت حكومة بغداد ليست قادرة وهي تعلم عدم فعاليتها في موضوع كبع جماح هكذا تصريحات أو هكذا مواقف، هي لا تستطيع أن تفعل شيء أمام ما تقوله قادة الميليشيات، هي لا تستطيع إيقاف المد العسكري او المشروع الذي تتبناه هذه الميليشيات ان كانت عصائب الحق او حزب الله او الحمد السيد الشهداء او جند الامام او الامام علي، هاي كلها ميليشيات تفعل وترتبط عناصر وترتبط بادوات ايرانيه. نحن نتكلم هنا عن مشروع كامل، مشروع متكامل ومشروع عقائدي يقوده النظام الايراني. نحن امام مشروع ممنهج وسياسه يسعى اليها النظام الايراني لانه اوجدها في دستوره الذي اتى به عام 99 عندما جاء الى ايران ووضع دستوره واعتبر ان تصدير الثوره الايرانيه هي جزء من فقرات الدستور الايراني. اذا نحن امام تدخل كبير وامام مشروع تم التوسع به بعد الغزو الامريكي للعراق والانفلات الامني الذي حدث فيه والدور الامريكي الذي اعطى لايران الدور الكبير في الهيمنه والسيطره والنفوذ على العراق، وهي وايران والمشروع الامريكي والمشروع الايراني لا يختلفان على العراق وانما يختلفان في كيفيه ادوات النفوذ والهيمنه الاكبر. شكرا جزيلا لك. اذا السيد اياد العناز باحث في مركز الامه للدراسات والتطوير من عمان.